معنا هاتفيا من اسطنبول دكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بكم دكتور يحيى. إذا حذرتم في بيانكم من أخطار الأزمة بين الأشقاء في الخليج، ما الذي تقدمه هذه الأزمة للمتربصين في دول المنطقة مثل إيران وغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما هو معلوم أن الأمة تعيش محنة كبيرة، وهذه المحنة الكبيرة تحتاج إلى وقفة جادة للوقوف بصد الهجمات. المنطقة هناك مشاريع تتصارع على أرضها، والشعوب العربية والإسلامية في هذه المنطقة هي والدول هي التي تدفع الثمن. هناك مشروع للكيان الصهيوني، هناك المشروع الإيراني. المشروع الصهيوني يتمدد وكل يعرف ماذا يحصل الآن، وكذلك المشروع الإيراني حيث أذرع. المشروع الإيراني تتمدد في كثير من هذه الدول، فعملية انشغال هذه الدول بأزمات داخلية وأزمات خارجية يضعف قوتها، وأيضا يضعف مشروعها في التقدم باتجاه توحيد صفوف المنطقة وللوقوف بوجه المشروعين الصهيوني والإيراني. طيب، ما الذي يجعل الهيئة تعيد دعوتها مجلس التعاون إلى حل الأزمة فيما بين هذه الدول وهي التي قدمت هذا الطلب من قبل؟ أخي، وهذا واجب العلماء أنه دائما يوجهون نداءهم إلى الحكومات وإلى الدول وإلى القادة في أن يعني يحاولوا عبور هذه الأزمة وحل هذه الخلافات. عملية استمرار هذه الخلافات فيها إضعاف للموقف العربي والإسلامي اتجاه المخططات التي تستهدف المنطقة. توحيد الجهود وتوحيد الصفوف وتوحيد الرأى وتوحيد المواقف، هذا يقوي هذه الدول، وأيضا يكون حائط صد لكل المشاريع التي تستهدف المنطقة. ذكرت تأثير الخلاف بين الأشقاء في الخليج داخل المنطقة عموما، ولكن ما تأثير هذا الخلاف بين الخليجيين تأثيره في العراق؟ أكيد أخي الكريم، يعني المنطقة المصالح فيها تتشابك والمشاريع فيها أيضا تتشابك، فبالتالي تأثيرها على العراق وتأثيرها أيضا على المنطقة. إذا ما كان هناك موقفا عربيا وإسلاميا قويا، هذا يخدم العراق ويخدم الشعب العراقي بالذات، يعني لا أقصد الحكومة، لأن الحكومة العراقية الآن هي جزء من امتدادات المشروع الإيراني، وهو ينفذ الأجندة الإيرانية في العراق، والمشروع الإيراني يتمدد في اليمن وفي العراق وفي كثير من المناطق. فإذا كان هناك موقفا عربيا إسلاميا موحدا وخاصة من دول الخليج، هذا سيكون عامل قوة للعراق وللعراقيين، وعامل قوة أيضا للمنطقة ككل. نعم، هاتفيا من اسطنبول دكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.